فهذه البدعة يجب التوبة إلى الله عز وجل منها والتحذير منها ومن أهلها، فإنها لا تزيد العبد إلا بعدا، فهي ضلالة وكل ضلالة في النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهي محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالحذر الحذر عباد الله من هذه البدعة وغيرها. وهذه البدعة يفعلها أصحابها في هذا الشهر، في شهر ربيع الأول في 12 منه، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا التاريخ. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وذهب بعض أهل العلم أو بعض المؤرخين أنه ولد في رمضان، وذهب الأكثر أنه ولد في ربيع الأول، لكن اليوم حصل في ذلك خلاف، فمنهم من قال ولد في الثاني من ربيع الأول، وبعضهم قال في اليوم الثامن، وبعضهم قال في اليوم التاسع، وبعضهم قال في اليوم العاشر، وبعضهم قال في اليوم 12، وبعضهم قال في اليوم 17، وبعضهم قال في اليوم 18. وثبت عن محمد بن جبير بن مطعم أنه ولد في 8 من شهر ربيع الأول، فحصل خلاف. وذكر المؤرخون أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول في 12، فالذين يحتفلون بموته